أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب العالمين. اللهم اجعل عملنا هذا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لغيرك نصيبا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم امين. احييكم بتحيه الاسلام، تحيه من عند الله مباركه طيبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدايه نفسهم كيف بعضهم قاعد وسالم في الدوام زفزقوا تشعر لإحياء ذكرى عظيمة في الإسلام، ذكرى الإسراء والمعراج. زين الكرام، طبعا من ناحية تاريخية الإسراء والمعراج واختجي قبل البعثة فأنبارة جابنون يوشق إيكير أو بعد البعثة آسف عشي فوجم إسراء والمعراج فوجق وردها حادثة عظيمة وهي الفتح، فتح مكة. يعني يابزقوك حادثتين عظيمتين في الإسلام اسم الدين مجي يا نحيو يفاق أو يا نحنا سبفوش أما ياشو يا برر يا نحشونر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة نجزفون برنبارو الله سبحانه وتعالى بيصطفيه ويبعثه نبيا صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حقا إنه سميع بصير. الله سبحانه وتعالى سميع لدعاء عباده، بصير بأحوالهم. وأخطوط استبشار العام العاشر للبعثة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الحزن، سنة العاشرة للهجرة، يعني 10 سنين بعد البعثة. برمبارو زخوين حجر 10 سنين كان ذكرى الإسراء والمعراج. أي خصوص كتير طبعا عام الحزن جاي قاعد، ما السبب؟ فيه توفيت زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. السيدة خديجة أم المؤمنين، سيدة نساء العالمين في زمانها، وهي أم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من آمنت به وبشرها صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقال عنها صلى الله عليه وسلم يا نح جاسو يا نح في ورمي أشيش صديقة النساء والتي حنت عليه ساعة الأسرة. يا نح يغسوزكم، يا نح أبقوا فخور، يا نح يغستخبر. طبعا ستنا خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فأنبارم جعلوا في حكم ما عدا إبراهيم عليه السلام يا يانار خديجة جعلوا يكبر شاشو يكبر ستنا خديجة كزري قرر هذا الحس كم جاء إبراهيم يكوي نمشتشو يمغاسو بشوان رصبا. فأنبارم رباخر خوش تبشائي ستنا خديجة لقد آمنت بي إذ كذبني الناس وآوتني إذ رفضتني الناس ورزقت منها الولد. صف كما الساعة بصم يقر
يعني سبرمباري بيخزقهم كي دقوحي بيعبرم كيف يا برد صفو يا برد زلفقو كي دقوار إيمان تزيح الله فرمبارك ستنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا من شهادة من من؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام شحاتو تعوفي يعني جفاديز جفاديز كي شاكي ستنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لقد آمنت بي إذ كذبتني الناس صف ما يعرفش رنفسهم ياش يشوف رخوة إيمان كي حصل كده وآوتني إذ رفضتني الناس صف كمان يعجب قصفة عزم يبقى يجتوج آوتني دعك اخصفة ورزقت منها الولد الله سبحانه وتعالى تعالى سيدة منها تعالى اخصفك يجلب. طبعا توفيت قبل الهجرة بثلاث سنوات ودفنت في جبل بأعلى مكة ثلاث سنين نحيم أشهر للهجرة هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة ما شاء الله. هيك أريا قرر واسته عليه الصلاة والسلام في أيام الشدة بنفسها ومالها وفي هذا العام توفي عمه أبو طالب يعني بارقي غناغر يجب شقيقين كي غناغر يا نحقي نور واختك تزخم صف كما يا رسول نقرأ أنتو شاء عزيزكم ودرم داك أخري واق أخشيفا يقرأ حطي بسوشتا يتوانا باروية يعني بارك بر ويبارفت بزرفاي وزان دين الفشكي بي تريتا أي شاس تدر على عام الحزن شمس فارسقر توفي عمه أبو طالب. عمه أبو طالب مع أنه لم يسلم بس منه قام خوري بترو كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر من النبل في كفالته ومن البطولة في الدفاع عنه الشيء الكثير يبشقي كلكي لما رفع ريت كنا ورقع قريب الجر مع أنه كان فقيرا تلبوي أريبترو زدري الحاجي يشكم يعني يقعد باي ببغياك الزخرم يببجي يبجي ببجي الزخرم أبو طالب زدري الحاجي عمه أبو طالب عبد المطلب طبعا عبد المطلب صخرمي بباص تل حاجية جي عمية يعتشم يبطجتو يتكون عورق عبري تعلم فتو يبطجم بقودة بريب يغبعدو بقرم بارق زخمي بري غبلا عمش ركب قشيلا عمش ركب. أبو طالب طبعا كان سيد قريش حماته تسخم ياشش وفي هذا العام طبعا زشت قوشم نالت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تنله ما لم تنل منه في أي وقت مضى. يا عمي زشتر دفاع في شوشتر بحساب في شوشتر يا عمي زشتر قوشم يعني غير قرام مشتر فانخون شحانخون إلى آخره قاران مشتر يا عمي زشتر شرواكم يخونك شاحك إلى آخره يعني يا غرارك أرسوشتو بعد وفاة عمه أبو طالب أيشسر عربي عن الحزن قد سيقر عرب عندما أغلقت باب الدعوة في وجهه صلى الله عليه وسلم في مكة دعوة يعني كيدا أشكرت لي بس ما الدينم كي حتقي حقي حقاق قاع قاع خورب قاع شحاق قاع مستقزون شيء واقع بل تستقمي مش نمترقى بقى المسكومة بس ما دينا دعوت من بلك قيحة يا حدد تتزدقر الطائف لهداية أهلها يعني تأخو أملا في هداية أهلها ونصرتهم بلك وصف صفاقك وركب بلك دين قيحة كيك بس ما نقف طبعا زاوية رفعة تقاب تشتق بلطفك فردوا دعوته ردا منكرا وأعرضوا له في القول وأغروا به سفهاءهم يعني بغنبارم عليه الصلاة يا نحا يشتغون يغضب الكرق كيخوان لك بلغي يقدر أفير ثلاث بيتشو براء المطرم تكتب شعب كيف يعني يجب شقو يكلبو يعني يتعسكو حبا في هدايتهم وقت رزيار الأخرى الفشكي تخمي وقت رزيار الأخرى الفشكي تخبصرك بغي يا فشقو يجب كرب العكس بغنبارك بلغي يقدر